موقع ذكاء اصطناعي قدر يتفوق على كل منافسيه ويقدم خدمة ممتازة بشكل مجاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. في القناة بتاعتنا احنا متعودين نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، البرامج بتاعته، ايه احسن برامج بتقدم لنا خدمات الذكاء الاصطناعي، ازاي نستفيد من الذكاء الاصطناعي وغيرهم كتير. لكن الصراحة اكتر حاجة بحبها في برامج الذكاء الاصطناعي البرامج اللي بتحول النص لصورة، وكنت عملت بلاي ليست كاملة عن الموضوع ده، هسيبها لكم في التعليقات تحت او في صندوق الوصف او في اللي هتظهر فوق. اتكلمت في الفيديو ده عن اكتر البدائل المجانية لبيت جورني، بصراحة من اكتر المواقع الذكاء الاصطناعي اللي ابهرتني وظهر في البدايات وكان متفوق جدا، اهو شكله لو انتوا عايزينه، بس للأسف هو دلوقتي بقى باشتراك. وتاني اكتر واحد بحبه في المواقع دي هو Leonardo.ai، موقع ممتاز جدا زي ما انتم شايفين، ده عينه من الصور اللي عليه، انا بستخدمه تقريبا بشكل شخصي كل يوم. واكتر واحد واخر واحد بحبه كمان هو playground.ai. بصراحة يعني المواقع دي كلها جميلة، ولكن كان في المواقع دي وحتى المواقع اللي اتكلمت عنها في الفيديو بتاعي عيب واحد مشترك، كل المواقع دي عمرها ما بتديك التكست في الصورة مظبوط. يعني ايه؟ هوريك مثال دلوقتي. زي ما انتم شايفين يا شباب، ده Leonardo.ai وده برومبت انا كنت محضره، هندوس مع بعض ونقول جنريت، في خلال ثواني بسيطة هيكون طلع لنا الصورة وشارح الموقع ده انا بالكامل. زي ما انتم شايفين انا طلبت منه انه يكتب صورة للراجل شايل يافطة مكتوب عليها اشتركوا في القناة، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس بقى يا شباب عشان يوصل لكم كل جديد. خلاص هنا اتقربنا على 1000 مشترك. بس زي ما انتم شايفين الصورة اليافطة السن مكتوب فيها كلام غريب، يعني مش عارف ايه ده. وكذلك الحال في كل المواقع الذكاء الاصطناعي التانية اللي بتحول النص لصورة. الوحيد اللي كان قادر يتغلب على الموضوع ده ويطلع لك الحاجة اللي انت عايزها هو ميد جورني، لكن للأسف كان في تجربة مجانية، فترة تجربة مجانية حوالي تقريبا 10 ايام او لحد 10 صور، لكن دلوقتي اتلغت تماما وبقى باشتراك شهري انتو 10 دولار. طيب هل كده يعني مفيش حل في مواقع الذكاء الاصطناعي دي ان هي تطلع لنا الكلام في الصورة او في الرسم زي ما احنا عايزينه؟ لا طبعا اكيد في حل. بس قبل ما اقول لكم على الموقع بتاع شرح النهاردة، لايك شير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتكتبوا رأيكم تحت في الكومنتات. والموقع اللي معنا في الشرح النهاردة يا شباب هو ideogram.ai. الموقع ده حرفيا ابهرني بالصور بتاعته. بصوا يا شباب، يعني زي ما انتم شايفين ده واحد عامل لوجو، زي ما انتم شايفين الكلام فاكت فاكتوري، ده البرومبت اللي هو مستخدمه. الفكره ان هو طالب ان اللوجو يظهر فيه كلمه فاكت فاكتوري، وظهرت زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تعالوا نجرب مع بعض كده نفس البرومبت اللي احنا حطيناه في ليوناردو. بنختار نكتب البرومبت بتاعنا كده، من هنا بتختار ابعاد الصوره، من هنا بتختار الستايل بتاعها عامل ازاي، فوتو ولا بوستر ولا 3D ريندر، ولو مش عاجبك بتدوس على الاكس دي وبتلغيه. وفي كمان حاجة ان انت لو عايز تشوف كل الستايلات بتدوس سي اول، لو مش عارف تختار اي ستايل معين كده ممكن تختار لاكي ستايل، ده بيختار لك 3 ستايلات عشوائيين كده، وبتختار ابعاد الصورة من هنا في ال 10-11 وده ال 10-16 سوري، وده تقريبا شبه البورتري او ال 9-16، في الواحد لواحد ده تقريبا مقاس الانستجرام، وفي العشرة الـ16-10 ده اللي هو بديل الـ16-9. يعني خلينا نختار الصورة تكون بورتري والستايل اللي هو حدده لنا ده ونقول له جنريت. بصوا يا شباب للأسف الضغط على الموقع ده بقى كبير جدا، فممكن تلاقيه بياخد معاك وقت، يعني الحكاية مش هتكون اكتر من دقيقة او ممكن 50 ثانية حسب الزحمة والترافيك على الموقع ده. بس عبال ما الصور تخلص بقى، يلا لايك شير سبسكرايب وانزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس كده عشان يوصلك كل جديد. زي ما انتم شايفين الصور بتحمل معانا، اهو ده البروجرس بار، ده شريط التحميل بتاعنا، في خلال يعني كام ثانية بالظبط الصور دي هتظهر لنا. وكده 99% الصور دي كملت. ثواني هنشوف مع بعض، اهو زي ما انتم شايفين هو ثواني كمان لسه بينهانس الكواليتي، بيابسكيل الكواليتي عشان تطلع ممتازه، يعني هو مش هيطلع لك النتيجه. اهو كده الصوره خلصت زي ما انتم شايفين يا شباب، يعني الكلام واضح ومكتوب، وفي فونتات كمان مستخدمه، يعني مش فونت واحد. كمان ميزه في الموقع ده ان انت تقدر تختار ميزه الريميكس، انت عملت الصوره دي تقدر تعمل لها ريميكس مع كمان صوره، انا هختار مثلا او كمان ستايل، انا هختار مثلا ايه التكنولوجي او التايبوغرافي والبوستر، وهقول له بس كده انا، وهضيف كمان حاجه صغيره. اوكي يا شباب، وكده عدلت على البرومبت بتاعنا. بس للاسف انت لازم تستنى بسبب الضغط على الموقع، يعني حوالي 10 ثواني ما بين كل صوره وصوره علشان تقدر تعمل صوره جديده. ده مش مشكله، يعني خصوصا الموقع بيقدم لك الميزه دي. كمان حاجه يا شباب، الموقع ده مجاني بالكامل، يعني مش هيديك عدد صور معينه في اليوم. زي ما انتم شايفين يا شباب اهو الصور بتخلص معانا في ثواني،
64% والصور هتخلص. يعني زي ما شايفين الصور تقريبا خلصت اهي، زي ما شايفين غير شكل الراجل وخلاه سعيد وخلاه مبسوط، يعني النتيجة قربت تظهر اهي. ثواني هتظهر معانا بشكل اوضح، اهو الصورة كده كملت. زي ما شايفين غير شكل الراجل وخلاه سعيد وخلاه مبسوط، والكتابة لسه هي زي ما هي، وكمان بفونتات مختلفة، كمان بستايلات مختلفة. زي ما شايفين يا شباب ده كده التصميمات بتاعت الناس اللي على الموقع ده. زي ما شايفين هو مش بس مهتم بجانب ان الكتابة تطلع واضحة وكويسة، لا ده كمان مهتم بالتصميمات بتاعت الصور، يعني ان الصور ما تظهرش ببلير او بجودة وحشة او ظريفة او الصورة دي بالمناسبة. طيب طريقة التسجيل للدخول على الموقع ده ازاي؟ بمنتهى البساطة انت بتيجي بتعمل بروفايل، بتعمل اكونت لوجين عادي او سبسكرايب. طيب طريقة التسجيل على الموقع ده ازاي؟ بمنتهى البساطة بتعمل حساب على الموقع ده عن طريق الايميل او عن طريق حساب جوجل. انا علشان اعمل حساب هو دخلني على طول. طيب ده كده بالنسبة للحاجات البسيطة. طب تعالوا نخليه يعمل لنا لوجو. اوكي يا شباب انا قلت له انا عايز 4K Ultra Realistic Logo Design for Name زياد، خليت يعمل لي اسم لوجو واخترت الستايل بتاعه. انا عايزه تايبوجرافي، عايزه فوتو، عايزه 3D ريندر بالستريشن، وهقول له جنريت واخترت المقاس طبعا اللي انا عايزه. هننتظر مع بعض شوية لحد ما يخلص اللوجو. ممتاز تمام يا شباب، واللوجو خلص معانا. زي ما انتم شايفين هو تقريبا كتب اسمي هنا بالكامل، دي اكتر واحدة عجباني. لو اللوجو ده عجبك بتدوس على سيف، زي ما انتم شايفين داونلود بالشكل ده. لو حابب ترفعه على الموقع كده ويبقى ببلش على الملأ مفيش مشكلة. طيب انا مش عاجبني ولا تصميم من الاربع تصميمات دول. هو بيطلع لك في التصميم الواحد او في البرومبت الواحد اربع تصميمات، لو انت مش عاجبك ولا واحد من دول تقدر تدوس على ديسمس، وساعتها بيحذف لك وتقدر تعيد العملية من الاول. خلينا نشوف مع بعض. وزي ما انتم شايفين يا شباب طلع لي اربع تصميمات جداد لللوجو. خلينا نشوف كمان حاجة يا شباب، انت تقدر بالمناسبة تاخد اي برومبت من دول وتقدر تستخدمه. خلينا نشوف ده مثلا، ناخد البرومبت ده كوبي ونحطه فوق هنا بيست بالشكل ده، نقول له بيست. خلينا نقول له لاكي ستايل عشان انا مفيش في دماغي ستايل معين، ونقول له جنريت. هننتظر مع بعض لحد ما يجنريت الصور. وزي ما انتم شايفين يا شباب الحلو في الذكاء الاصطناعي ان انت ممكن تاخد اي برومبت من اللي عاجبينك وتحطه، واستحالة الصورتين هيطلعوا نفس بعض، استحالة. يعني زي ما انتم شايفين الفرق بين الصور بتاعتي وساعة الشخص اللي انا خدت منه البرومبت بتاعه. طيب خلينا كمان حاجة ميزة عجبتني جدا في الموقع ده، وهي باختصار الريميكس. يعني ايه الريميكس؟ يعني انت مثلا خلينا نختار الصورة دي عجبك زي ما انت شايف هي، ممكن تدوس عليها وتقول ريميكس. زي ما انت شايف البرومبت بتاعها اهو الشخص او الديزاينر بتاعها كاتبه مع الصورة، انت تقدر تضيف فلتر عليها. خلينا نختار فوتو بوستر وريندر ونقول جنريت وننتظر شوية. وزي ما انتم شايفين النتيجة النهائية تصميمات وصور مختلفة عن الصورة الاصلية، هي قريبة شوية من الصورة الاصلية ولكن انا عدلت عليها. يعني انت ممكن تختار اي تصميم من دول وتعدل عليه، تزود عليه شوية اوامر او تزود عليه شوية فلاتر اللي انت عايزه. بس كده شباب ده كان محتوى فيديو النهاردة، ما تنسوش لايك وشير سبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، تكتب لي رأيك تحت في الكومنتس. سلام.